ونشير إلى المقدمة وإلى الصدارة والذي يحتل المركز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي يحتل المركز الأول محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، من يحتل المركز الأول. يا سلام ثاني المراكز الذي يحتل المركز الثاني، هملول مزاحم سعيد بن محمد الخيارين على ثاني المراكز. ثالث المراكز الذي يحتل على ثالث المركز الثالث شاهين محمد بن حمد الهاجري. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الرابع صوغان حمد بن سالم بن محمد بن مسعود. المركز الخامس الذي يحتل المركز الخامس الجنوبي سعيد بن محمد بن لزيوح المري. يا سلام. ولكن نعود إلى المقدمة والذي يحتل المركز الأول شاهين محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، من يحتل المركز الأول. يا سلام يا بن سلامة. لا زال على المقدمة المركز الثاني الذي دان على ثاني المراكز صوغان حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. يا سلام. المركز الثالث مزاحم سعيد بن محمد الخيارين، من ياتينا على ثالث المراكز. والمركز الرابع يا سلام شاهين محمد بن حمد الهاجري، من يحتل المركز، غير من المركز الرابع الى الثالث. والمركز الرابع يا سلام، من ياتي على المركز الرابع الجنوبي سعيد بن محمد بن لزيوح المري. يا سلام يا سلام. ولكن شوف القادم الذي يغير من المركز السادس الى الرابع. يا سلام. هملول عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. يا سلام يا سلام يا سلام. والمركز الخامس لا زال فيه الجنوبي سعيد بن حمد بن لزيوح المري. ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، ولا زال شاهين من يحتل المركز الأول محمد بن راشد بن سلامة. يا سلام. ثاني المراكز الذي جانا على ثاني المراكز. يا سلام يا سلام. شاهين محمد بن حمد الهاجري، من ياتينا على ثاني المراكز. ولكن بن ربيعة غادم. يا سلام يا بن ربيعة. هملول عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري، من ياتينا على ثالث المراكز ويغير الى ثاني المراكز. يا سلام. المركز الرابع يا سلام، لا زال فيه المركز الرابع صوغان حمد بن سالم بن محمد بن مسعود. يا سلام يا سلام. والقادم الذي وصل يا سلام الذي وصل مباشر كمال الضيموس السوداني، من ياتينا. يا سلام. ولكن خلونا نعود الى المقدمة والذي يحتل المركز الاول شاهين محمد بن حمد الهاجري. يا سلام. واستر التعليمات. يا سلام يا سلام. ولكن السوداني غادم. يا سلام. مباشر كمال الضيموس السوداني، من ياتينا على ثاني المراكز. يا سلام. ولكن خلاص خلاص. يا سلام. شاهين محمد بن حمد الهاجري، من غير الى اول المراكز ويفوز بهذا الشوط، معلن ان الناموس تهانينا نزفها من اعماقنا على فوز شاهين بالمركز الاول، محمد بن حمد الهاجري المركز الثاني، مباشر كمال بالضي موسى السوداني المركز الثالث، 56 خليفة بن خليفة العطية تهانينا والناموس والمراكز الأخرى. ونعود بالتوقيت الزمني الذي حققه 4:47، من في شاهين توقيته الزمني الذي حققه.